السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده الجزء السابع من المواقع والبرامج اللي احنا ممكن نستخدمها ومن غير تكلفة ومن غير كراك، كل حاجات مجانية. طيب ده اول حاجة هنشوفها مع بعض، ده حاجة اوبن سورس تبع جافا سكريبت لايبراري عشان يعمل لك 3D للخرايط. تمام، تعال ندخل على الموقع بتاعه. ده الموقع بتاعه هوت، بيقدر يعمل لك 3D للحاجات الجي اي اس، وتقدر انت تشوفها اونلاين بالشكل دوت، ومديك شفرة الكود لو انت حابب ان انت تعدل فيها، ما فيش اي مشكلة خالص. يقدر يعمل لك 3D موديل، وتقدر تشوف ملفات الاي اف سي، وتقدر تشوف 3D وال2D، وتقدر تضيفهم للخرائط بالشكل دوت بحيث ان انت تقدر تعمل دراسات كتير عليهم. بعد كده بنلاقي حاجة اسمها انجن، ده بيخليك تعمل زي محرك العاب، ويقدر يشتغل على النت بحيث تقدر تعمل حاجات بالشكل دوت، ويبقى فيها انيميشن وحركة وكل حاجة، وكل ده على المتصفح على الموقع بتاعك. طيب في جراسوبر، الجراسوبر ده اوبن سورس ومجاني، هو بيشتغل على الراينو، الراينو هو اللي بفلوس. جواه بتلاقي حاجات كتيرة جدا مجانية زي الليدي باج، دي تولز كتيرة جدا خاصة بالاستدامة، وتقدر ان انت تتاكد من حاجات كتيره، وبرده اللادي باج والهاني بي والدراجون فلاي والباتر فلاي، كل دول اوبن سورس، وكل دول تقدر ان انت تستخدمهم في عمل المحاكاه للانرجي موديلنج والاناليسيس للداتا والفيجواليز للداتا والهيت ايلاند والاربان انرجي والاتشفاك سايزنج. كل الامكانيات دي موجوده، تقدر ان انت تستخدم التولز دي مجاني. بعد كده بنلاقي الجي مش، ده بيقدر يعمل لك مجسمات بالشكل دوت، تقدر انت تطبعها بطبع ثلاثية الابعاد، ويقدر يبقى معاك الموديل، وتقدر تعمل محاكاة مثلا حرارة للحركة، كل الحاجات دي تقدر تعمل فيها المحاكاة بتاعتها. ده برضو بيعمل مش الاشكال، وتقدر تعمل برضو المحاكاة زي ما انت عايز. ده مجاني، تقدر انت تحمله داونلود بدون اي مشاكل. ده برضو بتقدر ان انت تحمل الموديل بتاعك، وتقدر ان انت تعمل عليه التجارب اللي انت عايزها بحيث تتأكد مثلا ان الشمس تبقى كويسة في اي مشاكل، ويقدر يشتغل معاك اونلاين. طيب ده خاص بالاداة تشتغل خاصة بالمهندسين المدني جوه برنامج الفري كاد. يعني فري كاد هتقدر انت تستخدمه، وتقدر تحط الاعمدة والكاميرات، وتقدر تعمل المحاكاة اللي انت عايزها وتشيك اللي انت عايزه، كل ده مجاني. هنلاقي اوبن انفرا بلاتفورم بحيث ان انت تقدر تشتغل على الانفرا بالحاجات دي، كل ده اوبن سورس ومجاني، تقدر تدخل وتحمل وتشتغل بيه. وكالة ناسا عاملة حاجات كتيرة اوبن سورس، وتقدر تعمل لها داونلود، وتقدر ان انت تشغل بيها. مجرد بس هتدخل على اللينك دوت، وتقدر ان انت تعمل نسخة خاصة بيك وبرنامج خاص بيك كوبي من المشروع اللي هم عاملينه. طيب بعد كده هنلاقي 2 ادوات خاصين بالتقدير التكلفة، الماتيريال تيك اوف، ودي حاجات مجانية وتقدر انت تستخدمها بحيث ان انت تجيب لك التكلفة مظبوطة. الاتنين دول بعد كده معانا اداة خاصة بالثري دي كات فيور، انت تقدر تشوف الموديل 3D بالشكل دوت، ومديك شفرة الكود، يعني لو جبت مبرمج بسيط يقدر ان هو يشغلها لك الحاجات دي. بعد كده الاربع مواقع اللي جايين خاصين ب ان انت تقدر تبرمج للهوم اوتوميشن سيستم، او تعمل سمارت هوم بشكل قوي، وتقدر تتحكم في درجة الحرارة وفي الرياح. مش بتتحكم في الرياح، لا بتتحكم في عارف سرعة الرياح حواليك، وتقدر ان انت تتفاعل معاها، عارف الاستهلاك بتاع المية والجاز والكهرباء، ويقدر يقول لك اكبر استهلاك فين بحيث ان انت تقدر تتحكم فيه. بعد كده اوبن هاب برضو نفس الفكره، وتقدر ان انت تتحكم في البيت الذكي، تتوصل بالسنسورز اللي موجوده في البيت، ودي
اغلب السنسور اللي موجوده واغلب المواد الذكيه بيبدا ان هو يتعامل معاه، وتقدر تتحمل التطبيق عندك على الموبايل. هما اسيستنت برضو من ضمن التولز المجانيه الاوبن سورس اللي تقدر تتحكم فيها في السلاك بتاع المبنى، وتقدر تتحكم في المبنى الذكي. ده برضو خاص بالاوبن سورس هوم اوتوميشن، تقدر ان انت تقول له ستارت وتبدا بقى تتحكم في الاصوات، وتتحكم في تحط كذا سيناريو، لو حد دخل معين شخص معين يبقى في شاشه موجوده بالشكل دوت. كل ده طبعا مجاني، البدايه اللي بفلوس بتبقى غاليه جدا، لكن هو انا عامله مجاني وتقدر تشغله على الاندرويد وعلى الاي او اس بدون اي مشاكل خالص، وتقدر ان انت تربطه بالاجهزه الاوبن سورس برضو، وحتى الحاجات اللي هي كلوز برضو تقدر ان انت تربطه بيها. لو عندكم اي مواقع حلوه مجانيه يا ريت تقولولنا عليها في الكومنتات.